الجمهور متفائل جدا بخليل البلوشي. الحمد لله رب العالمين. وبعد المباراة الحمد لله رب العالمين. اول شيء مبروك الفوز. احنا تكلمنا بعيد عن النقاط الثلاث، في وايد رسائل لازم تتوجه منا احنا كموجودين في بغداد او حتى من خلال الجمهور اللي كان موجود في المدرجات، ان هذا الجمهور يستاهل انه يكون يشوف منتخب بلاده بعد حرمان سنوات وسنوات. اعتقد ان الرسالة اليوم وصلت للكل، مو بس في العراق، برا العراق، مو بس على مستوى آسيا، على مستوى العالم. هذه الجماهير تستاهل ان منتخبها يكون موجود في البلد. كنت متفاعل بشكل لا يوصف. اول شيء هذا واجب، وكان حقيقة كل هذا الحضور لازم اني اتفاعل معاه، يعني محبة حب وتقدير واحترام لكل هذولا، ويستاهلوا. يعني اقسم بالله العظيم ان يعني ما احنا احيانا ما اقدر، الواحد ما يقدر يتكلم، والله العظيم ما يقدر يتكلم الواحد.